بعد وقوع الاضطرابات التي عصفت بالوضع السياسي في اليمن، أجرت جميع أطراف النزاع مشاورات في مواقع مختلفة ووقعت الاتفاقيات ذات الصلة، لكن تلك الاتفاقيات لم تنفذ في النهاية، بل أصبح الوضع في اليمن أكثر توتراً، حيث تسبب في كارثة إنسانية كبيرة. وأشار المحلل السياسي السعودي سليمان العكيري إلى أن الوضع الداخلي في اليمن الآن لا يتمثل فقط في الصراع بين الأطراف المحلية، بل في اللعبة الجيوسياسية بين القوى الإقليمية وحتى العالمية، وبالتالي أصبح الوضع اليمني أكثر تعقيداً وصعوبة وبعداً من إيجاد الحل. إن الاعتداءات الحوثية على مرافق النفط في جازان وفي جدة لا يتعلق بالدرجة الأولى أو مباشرة بالأزمة اليمنية، وإنما بظروف البيئة الدولية وخاصة المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. شكلت السعودية تحالفاً في عام 2015 لشن عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن، وكان الهدف الأصلي هو تحقيق السلام والاستقرار في اليمن وتقليص النفوذ الإيراني في هذه المنطقة، لكن هذا الهدف الاستراتيجي لم يتحقق بعد، بل أدى إلى حدوث تهديدات متكررة لأهداف سعودية، كما أن الجولات السابقة من محادثات السلام التي استضافتها الأمم المتحدة لم يكن لها سوى تأثير محدود. وقال العكيري إن مبادرة مجلس التعاون الخليجي لإجراء المشاورات بين أطراف الصراع في اليمن ليست فقط لمحاولة إيجاد آلية مصالحة جديدة، ولكن أيضا لتخفيف الصراع المباشر بين التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين في اليمن. أن المملكة العربية السعودية حريصة على أن تتوفر البيئة اللازمة لحوار يمني بالدرجة الأولى، وليس تدخل سياسي من مجلس الأمن، لأن جميع قرارات مجلس الأمن العديدة التي تصدر منذ 2011 وحتى الآن لم تنفذ بالكيفية الجيدة. وأشار العكيري إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي بصفتها أهم منظمة تعاونية في منطقة الخليج، فإن لها علاقة تاريخية خاصة باليمن، كما أن اليمن كان دائما يبدي رغبة مستمرة في الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، ونظرا لهذا السبب التاريخي الخاص، فإنه من المرجح أن تحقق الجولة الجديدة من المشاورات بين أطراف النزاع في اليمن نتائج إيجابية أكثر من المحادثات السابقة، وأن تعزز تنفيذ النتائج. مجلس التعاون سيقوم ببرنامج مساعدات ضخم من أجل تحقيق هذه الأهداف، كيما يتم تقريب اليمن للشروط الموضوعية لانضمام صنعاء إلى عضوية المجلس.